هذا هو تراكس المصفح الذي يقوم برفع المساتر في حاجز بردي. طبعا هنا سقط صاروخين ارض، صاروخ على هذا البناء كما تلاحظون اصبح رمادا. في الجهة الأخرى لاحظوا هذا البناء المؤلف من 4 طوابق أصبح على الأرض بالكامل. يعني حتى مكتبنا الإعلامي المتواجد في هذا البناء استهدفته طائرات الميج بغارة جوية. الحمد لله على السلامة يا شباب. اليوم أخي أنتوا طلعتوا من حمص رغم بالألم، رسالتك للمجتمع الدولي للعرب. راح نقول لهم كلمة واحدة بس، راح نرجع لحمص، راح نرجع ناخذ حمص قوي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. الله أكبر. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. منصورين مثل أول منصورين. درعة سيل. قصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلقاء براميل الحقد الأسدية على بلدة سيل في يوم الجمعة 9/5/2014. الله أكبر والعزة لله. حماك وفرزيته 9/5/2014، مكان سقوط البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على المدينة ليلا، والتي تحوي على غاز الكلور السام وأثارت دمار على المدارس. في هذا المكان سقط أحد البراميل خلال الليل على مدينة اللطامة، تعرضت المدينة إلى 3 غارات بالطيران المروحي وأحدثت هذا الدمار الهائل. المركز الصحي الوحيد في مدينة اللطامة. هذا حجم الدمار. الله أكبر. محيط مطار دير الزور عسكري. الله أكبر. يا بطل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا موسى. الله أكبر. إلقاء قنابل عنقودية على قرية الصمدانية الشرقية والغربية. تعال يا أخي. ليك عم يضرب الشطاري. الله أكبر. قنابل عنقودية تسقط على قرية الصمدانية وقصف عنيف جدا على قرى القحطانية بعد تحريرها على أيدي أبطال الجيش الحر مع قصف عنيف وعشوائي يقوم به قوات النظام. مقره مقر اللواء 90 في قرية الكوم، حيث سقطت قذيفتان داخل العمق الإسرائيلي، وها نحن على الشريط الحدودي الشائك مع إسرائيل، وتم إلقاء قذيفتين هاون على الأغلب داخل العمق الإسرائيلي. الله أكبر. غارة ثانية على معبر النعمان. الله أكبر.